طيب مكملين لسه معاكم كلامنا بخصوص مباراة الدرع الخيرية وكمان ردود الفعل بعد المباراة دي. يمكن أرتيتا مدرب أرسنال اتكلم عن سعادته بالفوز اللي حققه فريقه قصاد مانشستر سيتي، وقال كمان المدير الفني أرتيتا ان هو مش شايف يعني افضل من الفوز بالكاس في ويمبلي ضد افضل فريق في العالم، واتكلم برضه وقال ان هي نتيجة ممتازة جدا بالنسبة للعيبة، فخصوصا طبعا الطريقه اللي حققنا بيها الفوز دي ان هو يعني موضوع كبير جدا بالنسبه له، وان ده امر يعني مشجع جدا بالنسبه له برضو. اتيحت لينا 3 فرص خلال اللقاء في الشوط الاول وارتكبنا خطا بسيط في خط الوسط، وكمان اتكلم برضو المدير الفني لفريق الارسنال وقال ان التبديلات والتغييرات التكتيكيه ساعدتنا وحافظت على الزخم الهجومي واللي سمح لينا ان احنا نتعادل ونفوز بركلات الترجيح. اتكلم برضو وقال يعني ان لعيبته كانوا ممتازين خلال اللقاء والطريقه كمان اللي كانوا بيضغطوا بيها، فعنده لعيبه من نوعيه اللعيبه الاذكيه جدا واللي كانوا طبعا يعني في مواقف ممتازه للتسجيل، لكن للاسف بعض منهم ما كانش محظوظ للغايه.